دايما بتخلينيش اقرا الورقه لما بتسالني. احنا قلنا في بدايه حلقاتنا، وبشكركم اعزائي المشاهدين وبشكر المتابعه دائما لكم على قناه نورمينا ومحبين نورمينا في الوطن العربي كافه، نقول الزيوت المهدرجه، الزيوت المهدرجة لها فوائد كثيرة للشعر، وأما الزيوت حتى زيت الزيتون الغير مهدرج فليس له فائدة. أما زيت الزيتون عندما يسخن لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق ويبرد شوي، مادة الحامض تتفكفك منه شوي وبنبدأ نحطه على الشعر. أحيانا الزيوت تعمل على عملية فور بولتنج اللي بفهموها خبراء التجميل، بتعمل على توزيع الشعر. أما إذا شعر مزيت وحطينا زيت فهذا ضرر أكثر. عندما تزيت الشعر بتكون خلل هرموني في الجسم، وبكون مشتقات الجسم عم تفرز هالمواد الزيتية الموجودة داخل هالجسم، وبنطلع لها الشعر الثاني. ولكن عندما نضع زيوت والشعر مزيت بتفاعل هذا مع هذا وبصير عندنا مشاكل أفضل. معنا اتصال؟ لا. أوكي. فإحنا بنقول للشعر اللي بده ينحط عليه زيوت، هلأ في ستات بيستعملوا بيقولوا مسيو خليل بليز أعطيني وصفة لشعر، كتير على الواتس أب وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وعلى إيميلاتي، مسيو خليل بليز الله يخليك أعطينا وصفة للشعر اللي عندي. كيف بدي أعطيك وصفة وأنا مش شايف شعرك؟ حكيت عن القمح، القمح ممتاز جدا على الشعر. حكيت عن زيت الزيتون، زيت الزيتون كتير كتير مفيد للشعر. بس كل شعر حكينا عن البصل والثوم كتير كتير ممتاز للشعر. حتى الصينيين، حتى في أمريكا في عيد بقدروه وبيحترموه الأمريكان هو عيد التوم. فإحنا بنحكي كعلم، كعلم واسع. فإحنا بنقول إنه المشتقات التجميلية الذي تصنع من الأعشاب المهدرجة فهي ممتازة للشعر، والغير مهدرجة فيسبب مشاكل أكثر للشعر ست نسرين. فإن شاء الله إحنا بنقول لزبوناتنا اتواصلوا معنا دائما، وإحنا بنعطيكم النصائح، وزورونا على مركزنا وتواصلوا معنا على نورمينا، وإحنا بنقدر نتواصل معكم دائما ونقدر نعطيكم العلم الكافي لإلكم إن شاء الله. مسيو خليل، هل الهايلايت بيخفي الشيب؟ أحيانا الهايلايت بيكون أبيض، مفهوم في الهايلايت النحاسي والهايلايت والسالايت، ليش ندخل على الكريزي لايت ومشتقات الكريزي لايت. ولكن الهايلايت لما تكون الست اوكي، معظم الستات اللي عندهم شايب اكثر من اللازم بيعملوا هايلايت. ولكن مشكله الهايلايت في الشاب عندما يخرج الروتس من الشعر، هيدا لون وهيدا لون، فبتعاود تعمل مره ثانيه هايلايت. فانا بفضل انه اللي عندها شعر كثيف جدا من الشيب فتستعمل الصبغات، تستعمل الهايلايت. واي اكثر لون من الصبغات ممكن تخفي الشاب؟ يعني هي الدارك براون منيح، يعني نقول البنيات، مشتقات البنيات، الحمرات، المشتقات الاسودات كثير كثير، من 1 ل 3 666 نقول 667، ما بعرفوش هم بالارقام، ولكن احنا بنحكي بالوان الحمرات. الوان الحمرات كثير عم تخفي الشاب افضل. والالوان الاسود بخفي الشيب، والالوان البنيات بخفي الشيب. ولكن مثل ما حكينا عن الهايلايت، لما تطلع الروتس ما بنقدر نصبغ الشعر كامل، فبنقدر نصبغ الروتس الموجوده وبنقدر تعطيها طريقه افضل للشعر ونفس اللون اللي حطيناه. مثل ما حكينا احنا في مركز خليل السيد في معلومات هامه للزبونه، من اسمها، من عنوانها، من مسكنها، من تليفونها، من نمبرها، من حالتها الشخصيه، فبناخذ هالبلوكيشن هيدا الموجود لعندها. دخلت مدام، مثلا نقول مدام ريتا دخلت لعنا قبل تصبغ شعرها، الرقم حطيناه سجلناه سيفناه على الكمبيوتر، رجعت بعد شهر بدها تصبغ، فبنقولها رقمك انت كذا كذا، بنقول للتيك ويبر او للمعلم الموجود هذا رقمها 1 2 3، فبنقدر نصبغ لها شعرها بنفس اللون اللي صبغته في البدايه. طب مسيو خليل، في ناس بيطلع لهم مثلا شويه شيب بالحواجب، هي كيف ممكن يخفوها؟ احنا قلنا في مشاكل الحواجب ومشاكل التتواج ومشاكل البيرمان دبري بلاكي، حكينا اكثر من حلقه عن الموضوع. هذا ست نسرين واعزائي المشاهدين، اكثر مشكله بتنزعج منها السيده مش الشيب بالفراسه، لا لا بشعرها، بالشيب بالحواجب. بالحواجب كثير ظاهر كثير. فاحنا عندما نصبغ الشعر فبنقدر بنحط على، نقول على فلوس اللي نكشت الدان هذه شوي، فبنصبغ حواجبها لكي حواجبها تخفي هالشيب الموجود في حواجبها، لكي يصبح لون حواجبها لون الشعر الطبيعي فيها. طب مسيو خليل، التاتو ما بيخفي الشيب بلونه مثلا لو مرقنا عليه الجهاز التاتو؟ سؤالك كتير واضح. هو الشيب التاتو ما بيخفي الشاب،
بحياته التتواج ما خفى الشاب. احنا انه يلون الشعر فوقه. لو لونا في المادة عندما ما غسلت اذا ما دخلت تحت الجلد في الطبعة الاولى صعب جدا. يعني جبنا هالمادة هالتتواج ومثل حطيناها لهيك عارفة كده. طيب غسلنا وجهنا توضينا صلينا غسلنا نمنا بدنا نقوم نروح على شغلنا فرجعت الشابة موجودة. ولكن احنا بنفضل دائما عند صبغ الشعر يعني بنصبغ شعر الزبونة بنطلع على الوجه هيك بقول لها لا في كم شيبة بيضة لقلك فابليز حياتي نعملهم بالكلور هذا اللي قلت عنه فبيطلع اجمل واجمل بيطلع نفس الشعر اوكي. وعندما تتفتح الشعر يفتح الشعر بعد شهر فبنقدر احنا نتواصل مع السيدة لكي شفنا الشعر الروتس عندها مثلا طلع هالروتس الابيض اللي عندها فبنقدر اكيد بدها تطلع الشابه كمان بيضاء فبنقدر نعمل الروتس وبالاخر نعمل رنس خفيف للحاجب لهم. طب مسيو خليل ممكن نعالج الشاب بمواد طبيعيه؟ الشيب ليس يعالج تحت خبراء التجميل اللي في العالم. نعم هذا مستحضر انا عفوا بنشوف مثل ما وجهنا بنوجه تحية لأستاذنا الكبير أستاذ أمجد القاضي رئيس مدير السمعيات والمرئيات في وطننا الحبيب. بنشوف على المحطات التلفزيونية الموجودة عبر السلايت المحطات التجار اللي بحطوا هيدا علاج الشاب علاج الشاب بخمس دقائق. يا سلام لو كل الناس حطته خمس دقائق فيه. نعم. تكبير البطن بعشر دقائق لو كل الناس كبروا هالبطن. تنحيف الجسم تنحيف بعشر دقائق لو كل الناس تنحفوا. الله أكبر سورة قرآن وسورة بنت مشلحة موجودة. يا سلام الواحد مين بيطلع بيسمع قرآن ولا بيطلع على هالسورة. مزبوط. فهون المشكلة اللي عم بتصير في الوضع هذا. فإحنا كخليل السيد ونشط وزارة الصحة ونشط وزارة الإعلام وحكيت مع النقابة العامة لأصحاب صالون التجميل وإن شاء الله في دور كامل لهالوضع هذا لكي إحنا كأردنيين وكنشامة في هذا الوطن الجميل نقدر نوصل المعلومة والملحوظة الصحيحة لكل سيدة أردنية ولكل سيدة في الوطن العربي عبر قناة نورمينا المفضلة للوطن العربي كافة. وأنا اللي بشوفه اتصالات علي بشكل مخيف جدا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الأول على الإيميلات اللي عندنا وعلى تليفوناتي الشخصية حتى بشكل عم بيسألونا حتى تأغيب يوم بقولوا له وينك مسيو خليل؟ احنا من الصبح قاعدين حاطين الفطور ما نتفرج عليك وينك انت؟ فاحنا بنوصل لانه احنا صادقين معكم بندخل لقلوبكم احنا بنستأذن من غير استئذان بتلاقونا في بيتكم وبنحكي في طريقه علميه صحيحه. نعم. اختي ما في شيء عم بقيم الشاب. ما في له علاج. صدقا ما في شيء، لو انا بقيم الشاب لو انا حطيت هالماده هاي بطلت اشي بكل اسبوعين ثلاثه اسبوع شعري. في شيء اسمه علاج مؤقت يمكن للشاب. ما فيش شيء يعني اسمه بخفي مش علاج. هي الصبغه هي الكيميكالز مزبوط. الكيميكالز التي تخفي الشيب والحنه والحنة. الحنه زي ما حكينا في بدايه ست نسرين. الله يحميكي يا رب وخليكي. واحنا قلنا الشيب الحنه بتعطي لون وليس معالج بس بتعطي لون حتى خبراء التجميل الحنه بقول لك ما بتعالج بتعطي لون فقط على الرسم بترسم على الجسم بتعطيك لون وعلى الشعر بتعطيك لون. اما راسي بوجعني بدي احني شعري لا خلي راسك يوجعك 24 ساعه ما تحني شعرك فهمتي نعم. علي ولكن احنا بنقول انه الشيب لهلا ما وصلوا العلماء لعمل تكنيك معين يطلع الشيب لانه الشيب نعم. هي شو الشاب اعزائي المشاهدين الشيبه بصيله حلمه شعر موجوده في عليها ماده هالميلاميل ماده هالميلاميل هالصمغيه هذه بتنفقد بتطلع الشيبه بيضة مثل البهاق نفقد مادة هالملامين اللي بهالجسم بصير بقع عنا بقع بيضة البهاق له أسباب ولحد الآن علماء التجميل والأطباء واختصاصين الأمراض الجلدية بوجه لهم تحية لكل أطبائنا وأحبائنا في هذا الوطن الجميل الليزر للبهاق أما هذا إكرام بعض البهاق لا إحنا قلنا في بداية حديثنا في الحلقات السابقة قلنا بنقدر نعالج الشفايف في البهاق بنقدر نعالج الحواجب في البهاق تاتو. بنقدر نعمل اي لاينر في البهاق للإلو برموش وتعبانين نعم. اما كجسم كامل وشغلات كتير بنقدر نعطيه وقايه ومكياج سينمائي يختفى اشياء تخفي أوكي. المنطقه اما ما بنقدر نعالجه احنا او نعطيه عنايه في اكثر ما نعالجه بنعطيه عنايه اما الشفايف والعيون
والحواجب بنقدر نعالج لهم اياهم او نعطيهم عنايه كافيه حلوه كثير في البهاق. وكثير من السيدات والساده المشاهدين بيجوني وبشوفهم بقول له ما بقدر اعمل لك شيء، عبين ما اشوف وضعك انت بالضبط بقدر ان انا اشتغل لك. نعم. شو بتنصح الصبايا اللي عندهم شيب؟ كيف يعتنوا بشعرهم اللي فيه شيب؟ الشيب طبعا انا يعني مشاكل كثير للسيده لما بتشيب، بتلاقي عندها شيب كثير في شعراتها، بتروح على الكوفير او صاحبتها او نعم. كذا بتلاقي اربع خمس شيبات هون، او هي كلنا رايح نشيب، ما في انسان مخلد على وجه الارض مش رايح يشيب. ولكن اليوم الموضة العصرية والموضة التقليدية اللي عم تطلع والموضة التجميلية، نعم. إذا بنت يعني سرير بنت 13 سنة صارت تعمل هايلايت، مزبوط، بنت 13 سنة عم تعمل هايلايت، فما رأيك بنت 25 سنة ما بدها تعمل هايلايت؟ أكيد. فهمتي علي؟ أو صبغة أو فهذا ما. الوضع. فإحنا بنقول على مشتقات التجميل، عرفتي علي كيف؟ هي الصبغة الوحيدة لكي إخفاء الشاب، بس صبغة والحنة مثل ما حكينا. إحنا بقول حتى الحنة صبايا اللي بيسمعوني أعزائي المشاهدين، حتى الحنة عم بنقولها. مرة أنا في بيروت عملنا على الـLBC عملت The Major of حنة، لقاء كان أكثر من ساعتين نحكي عن مشتقات الحنة. فإحنا بنحكي الحنة فقط هي بتعطي لون وليس بتعطي علاج للشعر أبداً. بس هلا بنت يعني الصبية، كثير من السيدات وخواتنا اللي بيحنوا شعرهم زقهت من الحنة سودة سودة سودة، أجا عبالها تعمل شعرها أشقر. هذه المشكلة عم بتغلب الخبير وخبيرة التجميل والكوفير والكوفيرة في عملية سحب اللون وتكنيك اللون عندما نصل إلى اللون المناسب للشعر. وببين على السريع بالورق القصدير لما نحط هالبودرة والبتفيز لما بنشتغل بتبين بلش جرين معك أو بلش حمار معك في هالشعر. فبرأسها بقولها أنت محني شعرك، فبنقولها بتقول لي ايه محني شعري قبل سنتين، فبضلها شوف الحنة قبل سنتين لا لها تأثير بالأطراف أكثر شيء، يمكن ببين عندنا في الشغل يعني هذا اللي معلمين بخبراء التجميل بيعرفوا الحكي هذا. نعم. مسيو خليل، هلأ حابين نحكي عن الشعر الطويل والعناية بالشعر الطويل. كيف ممكن الصبية إنها تعتني بشعرها الطويل عشان ما يقصف ما يتلاف ما يخرب؟ كيف ممكن تحكي لنا مثلا؟ احنا بنقول بالنسبه للشعر الطويل كثير من السيدات في الوطن العربي وخاصه خواتنا الخليجيات، اكيد بنوجه لهم تحيه للخليج بكفي، يعني بصفتي اعوذ بالله كرئيس اتحاد الخليج العربي للتزيين في الشرق الاوسط. نعم. بنقول الشعر الطويل ملك الالوان وملك الطول، تباهوا كثير جمال. كثير بالشعراء بالشعر، والشعر الأسود ملك الألوان. أكيد. إحنا بنقول عندما تحممي شعرك، تحممنا الشعر على الشاور شوي شوي من تحت الأطراف وليس نشربكه كلياته مع بعض، بنحط له أكريم، كريم، نحط له مغذيات للشعر بأي نعم. كريم ترطيبات تانية، بس عندما التمشيط من الأسفل للأعلى. إلى الأعلى. من الأسفل للأعلى، من الأسفل يعني سلكنا من هون، نمشط من هون، من هون، من هون، من هون، عبين ما نصل الفرق تاع الشعر. فعلى مية عملية التمشيط أكثر، ولكن عملية لف الشعر بعد التمشيط، إذا أنت نعم. محجبة بدك تطلع على شغلك، بدك تطلعي على بزنس في ممالة إلك، لو جدلنا الشعر أجمل. بقولوا كتير بتحمي الجديلة الشعر من التقصف. لو جد حتى البدو البداوي الأصلية في الوطن نعم. العربي وفي الخليج العربي كانوا يجدلوا شعرهم عندما يلفوه أكثر من اللازم. أما نتركه مكفى الشيك ونحط له بكلة هيك أوكي. وعدم النوم، عدم النوم على اسفنج، مخدات الاسفنج هذه فيها كيميكال بتأثر على الشعر. لازم نحط مثل ما حكينا في حلقتنا السابقة انه نحط فوطة تكون قطنية افضل. وحتى نعم. الشربات، رجعنا للشربات، الشربات المحجبات مثل ما قلنا الحرير، البلاستيك اللي فيه مادة كيميكالز بعدية عن الشارب اللي عندك، بيعمل البولسترين هذا بيعمل مشاكل اكثر. نعم. لازم يكون قطني ويكون أكيد. من مادة الحرير موجود فيه، بيكون أفضل وبيحمي شعرك أفضل. فالعناية بالشعر الطويل وسواء بالشعر القصير وفي أي شعر بيكون على طريقة عناية إذا واحدة. هي الست استعملت الطريقة الصحيحة العلمية والذاتية لإلها فبكون شعرها سليم أوكي. وتحمم شعرها كل أسبوع ثلاث مرات، ما تحمم شعرها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، الحمام اكثر من اللازم بضر الشعر، بيهري الشعر. نعم. طب مسيو خليل، لما صبيه تحمم شعرها بالحمام انا بلاحظ انه اكثر شيء بيركزوا بحطوا الكونديشنر البلسم على الروت، هو هاي صح الطريقه ولا لا في طريقه ثانيه؟
أعزائي المشاهدين، أنا بشكر نسرين على المعلومة القيمة اللي دائما بتعطيكم هيك مثل الريموت بتنكشني مشان أحكي. البلسم أو الكريم البلسم ما بنحط على فروة الشعر، مضر. ليش مضر؟